انتوا عاملين ايه يا جماعة؟ تمام الدنيا تمام الحمد لله. تمام الحمد لله. تمام طيب خليني كده سريعا احكي لكم احنا عملنا ايه الحصة اللي فاتت. احنا المرة اللي فاتت ابتدينا بالجزء بتاع الفار وعملنا انترودكشن عشان سيادتك تعرف تتصور الفار كعلم، وبعد كده تبتدي تتصور ايه اللي مطلوب منك في السي ام اي. من الحاجات اللي هحاول افوكس عليها وانا شغال معاكم ان شاء الله ان انا في بعض التوبكس اللي انا احس ان ليها اهميه في البراكتس مثلا ممكن اشير لكم كده لبعض الحاجات اللي انت ممكن تعتبرها كاني بديك طرف خيط او طرف حبل ووريك ممكن لو حبيت اللي انت تتوسع فيها منين. لان طبعا كل اللي بندرسه في السي ام اي يعتبر المينيمم انفورميشن، لكن زي ما قلت لكم العلم ده بالذات يعني من الحاجات اللي ايه بحر ملوش ساحل يعني. طيب المره اللي فاتت عملنا انترودكشن وقلنا ان الناس بتوع السي ام اي لما جم حطوا المنهج بتاع الفار كانوا بانيينه على الاساسيات، فابتدوا معاك بعنوان اسمه الفاينانشال ستيتمنتس. المره اللي فاتت انا على حسب ذاكرتي عملنا الانترودكشن واخدنا الانكم ستيتمنت، واخدنا بالنا للانكم ستيتمنت بتعبر او بتدي لليوزر معلومات عن البرفورمانس بتاع الشركه خلال فتره معينه during a period of time، فما بتعتبرش سناب شوت او ما بتعتبرش لقطه في 31/12 لرصيد الكاش مثلا في الدرج بتاعك، لا دي بتعبر عن المبيعات اللي تمت ديورنج السنه كلها مثلا. واخدنا بالنا ان الحسابات بتاعت الانكم ستيتمنت تعتبر حسابات تمبرري اكونتس، من المفروض ان هي بتتقفل كلها، كل حسابات الريفينيوز والجينز بيتعمل لها ديبت، وكل حسابات الكوست واللوسز بيتعمل لها كريدت، وكلها بتقفل فين؟ كلها بتقفل في الريتند ايرنينج. ممكن بعض الشركات لما بتيجي تعمل الميزانيه بتاعتها بتحب تعرض في الميزانيه نفسها ارباح العام، وارباح العام بتعتبر جزء من الارباح المحتجزه بتاعتك يعني. زي ما سيادتك شايف كده في العرض اللي قدامك ده عندك بالانس شيت وانكم ستيتمنت وستيتمنت في تشينجز ان ايكويتي والكاش فلو. لو نزلنا تحت كده هنلاقي ان العنوان الاولاني الاسيتس واللايبيليتيز والايكويتي مرتبطين بايه؟ بالانس شيت، مرتبطين بالبالانس شيت. وقلنا ان احنا هناخد في الاسيتس السي ام اي، انا معلش هعمل ميوت بس عشان في صوت اطفال. قلنا ان الناس اللي بيحطوا الامتحان جوه الاسيتس هيطلبوا مننا سيادتك يكون عندك اويرنس بي الاكونت ريسيفبل والانفنتوري والانفستمنت وفي الفيكسد والفيكسد اسيتس وال وايه تاني والانتنجبل اسيتس. تمام اللايبيليتيز هناخد الليز والانكم تاكسز والوارنتي، طبعا حاجه كده على الماشي يعني حاجه خفيفه قوي. بعد كده جوه الانكم ستيتمنت اكتر لاين مؤثر على قيمه الدخل، اكتر لاين مؤثر على قيمه الدخل هو اللاين بتاع الريفينيوز، عشان كده كان في اعتناء كبير جدا من المعايير ان هم عملوا معيار موسع للاعتراف بالايراد، حتى بتوع السي ام اي عاملين له عنوان مستقل اسمه ريفينيو ريكوجنيشن. واخيرا هناخد بعض الترانزاكشن عبيطه جدا اللي مؤثره على الانكم زي مثلا الديسبوزال بتاع الفيكسد اسيتس. واخيرا في المنهج بتاعنا قلنا ان احنا بتوع السي ام اي حاطين عنوان ان سيادتك تعرف الميجور ديفرنسز بين اليو اس جاب والايفرس في بعض النقاط. في ايه؟ في بعض النقاط اللي هي النقاط اللي في الغالب ما سيادتك هتشوفها ان شاء الله معانا، هتجد ان هي النقاط المشهوره جدا جدا يعني. طيب المره اللي فاتت اخذنا الانكم ستيتمنت والانترودكشن بتاعت الفريم ورك ده لو انتوا فاكرين. خلونا دلوقتي نبتدي بالبالانس شيت. البالانس شيت قصيره جدا وسهله جدا ما فيهاش حاجة تقريبا يعني. وبعد كده نخش على الستمنت اوف كاش فلو، هيبقى فيها حبة شغل شوية مليانة حل أسئلة يعني.
لكن البالانس شيت والانكم ستيتمنت في السي ام اي اسئلتهم نادره شويه. طيب الستمنت اوف كاش، الستمنت اوف فاينانشال بوزيشن، او زي ما بتوع اليو اس جاب بيحبوا يسموها البالانس شيت، دي عباره عن سناب شوت. عباره عن ايه؟ سناب شوت للارصده بتاعه الاسيتس اللي هي تعتبر الريسورسز بتاعه الشركه، والكليمز اجينست الريسورسز ديت اللي هي احنا بنسميها ايه محاسبيا، بنسميها لايبيليتيز، والايه والريزيديوال انترست اللي هي الايكويتي. يبقى الايكويتي بيطلق عليها انهي اكسبريشن؟ residual interest بيطلق عليها residual interest. انها residual interest فعلا. انت النهارده عندك حبه assets ب 1000 جنيه عليهم liabilities ب 500 جنيه، يبقى مؤكد residual interest للملاك ايه؟ هم ال 500 الباقيين. لقطوا الفكره؟ طيب انا النهارده اليوزرز ممكن يسال ممكن اليوزرز يستفيد ايه من البالانس شيت؟ يقدر طبعا الكلام ده هندرسه بالتفصيل فين؟ هندرسه بالتفصيل في سيكشن مستقل في بارت 2 الفاينانشال ستيتمنت اناليسز. الفاينانشال ستيتمنت ايه؟ اناليسز. انا النهارده كيوزر اقدر امسك الميزانيه، اقدر اسس الليكويديتي، اقدر اسس الايه؟ الليكويديتي اللي انت مقدرتك على دفع الديون اللي خلاص جايه عليك اهو. وتقدر تاسس بيها السولفنسي، تقدر تاسس بيها ايه؟ السولفنسي والفاينانشال فليكسيبيليتي. والفاينانشال ايه؟ فليكسيبيليتي. وكذلك تقدر تقيم المخاطر، لان الميزانيه بتعرض لنا الكابيتال ستراكشر، بتعرض لنا الفاينانسنج موديل بتاع الشركه، قد ايه من الاسيتس تم تمويلهم عن طريق الايكويتي، وقد ايه تم تمويلهم عن طريق الديت. وبالتالي الكريديتور يقدر من خلال نظره للميزانيه انه يقيم الريسك وكذلك الشير هولدرز. طيب نحل السؤال ده كده. طيب زي ما قلت لكم ان احنا بدايه من الفار لحد اما نخلص المنهج ان شاء الله هتلاقوني ابتديت ازود في السكوب بتاع حل الاسئله اللي انا جايبها منين، اللي انا جايبها من ويلي، اللي انا جايبها منين؟ من ويلي. بس انا بعمل فاليديشن للسؤال الاول قبل ما بدخله واحنا نحله، تمام؟ هتلاقي، وده خدها دايما دي عشان انت ترتاح نفسيا، هتلاقي ان في اسئله كتيره جدا من ويلي انا بحطها عشان اثبت بيها معلومه، وان كانت هي مش نفس فلسفه تاليف سؤال السي ام اي. ماشي الحال؟ طيب انا النهارده لو فتحت الميزانيه هلاقي ايه؟ مؤكد هلاقي اسيتس، هلاقي لايبيليتيز، وهلاقي الريزيديوال، الريزيديوال انترست اللي هي الايكويتي. الاسيتس تعتبر ريسورسز، الليابيليتيز تعتبر اوبليجيشنز على الريسورسز، صح ولا لا؟ ده حتى كلام بعيد عن علم المحاسبه. لكن الحقيقه بتوع الفازب وبتوع المجالس المحاسبه الناس دي قضت حياتها كلها في الموضوع ده، فتلاحظ دايما ان هم بيحطوا اكسبريشن معينه يقصدوا بيها حاجات. يعني مثلا اما جم يعرفوا الاسيتس، طبعا انا مش متصور سؤال سي ام اي يجي يقول لي ايه تعريف الاسيتس، لكن هتلاحظ على سبيل المثال ان الاسيتس اما جم عرفوها هل قالوا ار ريسورسز اوند باي؟ ما قالوش اوند باي، قالوا ايه؟ قالوا كنترولد باي، لان المفروض هنا ان الجوهر بتاع العمليه هو اللي يغلب مش الشكل القانوني. يعني ممكن على سبيل المثال، احنا على سبيل المثال اديكوا اكزامبل، انا النهارده المكتب بتاعنا في الداون تاون، انا مأجر، انا مأجر من القطاميه الناس المؤجر يعني. هل انا الايجار ده ينفع ارسمله كاسد في الميزانيه؟
لو واحد بيفكر بوجهة النظر القانونية كليجال انتيتي، أنا لا أتملك الأصل، لكن المحاسبة بتخليني أسجل ده كأصل، فده داخل تحت الستراكشر العام للمحاسبة، إن الأسيتس هي ريسورسز كنترول. أخدين بالكم؟ بس ده تم في التعديل الجديد، بس كان الأول ما ينفعش بتهيألي، صح؟ تمام صح. كان الأول ما ينفعش إلا على قدر الإيجار التمويلي بشروط معينة. مظبوط. فالأسيتس زي ما أنتوا شايفين بيقول لك resources controlled by the A by the entity. طبعا الإكزامبلز بتاعتها كلنا أظن أوير بيها، الكرنت منها الانفنتوري والريسيفابلز والبعض الانفستمنتس والبريبايد والكلام ده، واللونج تيرم منها الفيكسد اسيتس والانتانجبل اسيتس والانفستمنت. اللايبيليتيز اوبليجيشن على الشركه، امثلتها بقى برضو الكرنت منها اشهر حاجه طبعا السبلاير البيبل، ولو انت اخر ادفانس من الكاستمرز وهكذا، ولو انت طبعا بتصدر بوندز هيبقى البوند من اللونج تيرم لايبيليتي اللي عليك وهكذا. الايكويتي تعتبر الريزيديوال انترست. الايكويتي تعتبر هي ايه؟ الريزيديوال انترست بتاعت ايه؟ الشير هولدرز بعد ما عملنا سبستراكشن لللايبيليتيز من الايكويتي. تمام؟ الايكويتي بتتاثر بايه؟ زي ما المره اللي فاتت شفنا، لقينا ان الايكويتي ايه مكوناتها؟ يعني اول ما اقول لك ايكويتي المفروض يتبادر لذهنك ايه؟ يتبادر لذهنك كابيتال. يتبادر لذهنك كابيتال، والكابيتال منه كومن ستوك، اديشنال بيدنج كابيتال، بريفيرد ستوك، وفي ريتند ايرننج الارباح المحتجزه، الكوميوليتيف بي اند الز بتاعتك، والاكيوميليتد او سي اي في حاله وجود او سي اي عندك، اللي هم بنختصرهم في كلمه ايه؟ other component equity. هي عامة أزر كومبرينسيف إنكم، دي أول نقطة. تانية حاجة، إحنا بنختصر الـ OCI دول بفر البفر، الله ينور عليك، اللي هو إيه؟ البنشن، بنشن وأندريلايزد جيم، فورين كرنسي، فورين كرنسي ترانسليشن، أندريلايزد أندريلايزد جين أور لوس، أون أفيلابل فور سيل سيكيورتي. لانك انت لو قلت unrealized وخلاص، ممكن حد يسمعك يتلخبط يفتكر ان كل ما هو unrealized فما بيخشش في الانكم ستيتمنت، بيخش في الاوسي اي، والفاز بيقصد بالunrealized gain or loss على حاجه معينه بعينها. unrealized gain or loss on available for sale securities والavailable for sale. لو سمحت، السكيورتيز دي اللي هي ايه بالظبط؟ معناها ايه؟ مش فاهم. اقول لك انا هي عامة جاية معنا بالتفصيل، هي جاية معنا بالتفصيل، بس طبقا للمعيار الجديد يا أحمد، الـ Available for Sale Securities منحصرة فقط في الـ Debt Security. منحصرة فقط في إيه؟ يعني ستة كان معك فلوس محيراك على سبيل المثال، ورحت اشتريت بوند، رحت اشتريت إيه؟ بوند. بوند، أنت معايا؟ معايا. يعني انت في الترانزاكشن دي انت مقرض، انت لندر، ماشي؟ اشتريت سند وصنفته افيلابل فور سيل، تم تصنيفه ليه افيلابل فور سيل، هناخد قدام، ماشي الحال؟ عشان مش عايزين ايه نصدعنا فوق. انا هنا بقول الايكويتي كابيتال كومن ستوك بريفيرد ستوك اديشنال بيدنج كابيتال ريتند ايرننج اكيوميليتد او سي اي، تمام كده؟ ومن الممكن اللي انت تنزل تشتري اسهمك نفسها من البورصه، من الممكن اللي انت تنزل تشتري اسهمك من البورصه. في اللحظه دي بتتسمى تريجري ستوك. تسمى ايه؟ تريجري ستوك. ديبت بالانس جوه الايكويتي، ديبت بالانس جوه الايكويتي كونترا ايكويتي اكاونت. واضح الكلام؟ اها. فلو جينا تأملنا الأمور دي، هنجد إن الإيكوتي بتتأثر من لي ريتند إيرنينج بكل الأرقام بتاعت قائمة الدخل، الأكيوميليتد أو سي آي بيتأثر بالبف، والكومن ستوك والبريفيرد ستوك بتتأثر بالإنفستمنت باي أونرز والترانزاكشنز ويز أونرز بشكل عام. واضح كده؟ مظبوط. طيب. طبعًا أنا النهاردة هناخد بعض الترانزاكشنز المرتبطة بالإيكويتي وهنقيم أثرها المحاسبية،
يعني لو جيت قلت لك على سبيل المثال وزعت ارباح ايه اثرها على الاسيتس ايكوال لايبيلتيز بلس ايكويتي مثلا يعني وهكذا ماشي الحال. طيب عشان خاطر اليوزر الفزد وطبعا وغيرهم قالوا لك اما تيجي تحط الاسيتس واللايبيلتيز جوه الميزانيه والكلام ده حاول تصنفه الكرنت وايه ونون كرنت عشان خاطر اليوزر يقدر تساعده في اتخاذ القرار عن طريق الاناليسز اللي هيعمله. في اليو اس جاب الكلام ده مش في الايفرس الكلام ده في اليو اس جاب ان الترتيب بتاع الاسيتس بيكون طبقا للليكويديتي يبقى طبقا لايه الليكويديتي يعني انا لما بفتح الميزانيه بتاعتنا اكوردنج لليو اس جاب بلاقي اول حاجه ايه بلاقي اول حاجه الكاش جميل كده الكلام ده اكوردنج لايه لليو اس جاب. هنا جلايم زي ما انت شايف كده انا هسيبكم كده ايه تبصوا بصه كده على على الاسيتس يعني بعينيكم كده ولو ليه حد ليه اي سؤال يعني هسيبكم دقيقتين بس بصوا على الكلام ده انا اجيب ميه بس لحظه. طيب احنا معنا في الـ في الـ في الاسيتس عندك كرنت ونون كرنت. طبعا الكرنت منها الكاش انفستمنت ريسيفبلز سواء اكاونتس ريسيفبل اند او نوتس ريسيفبلز وانفنتوريز وبري بايد. في النون كرنت هتلاقي كلمه انفستمنت اتكررت فمؤكد هيتبادر لذهنك هو ليه الانفستمنت فوق وليه الانفستمنت تحت ماشي كرنت ونون كرنت ايه اسمها تريدنج ده بسبب نيه المانجمنت ايه تجاه الانفستمنت بتاعها ده لان النيه في اليو اس جاب في لونج تيرم ولا شورت تيرم ليها اثر على التصنيف والمعالجه المحاسبيه. طيب اللي بتوع الايفرس بيحبوا يسموها بزنس موديل. وبعد كده البروبرتي بلانت اند اكويبمنت اللي احنا دول حياتنا بنسميها فيكسد اسيتس والانتانجبل والاذر. الاذر ده يعني حاول قدر الامكان ان انت تقلله شويه يعني اللي تعرف تصنفه فوق صنفه وتخلي الاذر ده فعلا للحاجات اللي هي ايه مالهاش تصنيف واضح فوق. اللايبيليتيز برضو بتتصنف لكرنت ونون كرنت. خلي بالك التصنيفه دي عشان خاطر مين عشان خاطر اليوزر. في بارت 2 بقى هتمسك الكرنت اسيتس تسمع الكرنت لايبيليتيز وتسميها كرنت ريشيو ماشي وهكذا. بيبل كرنت نوتس بيبل كرنت ماتيوريتيز اوف نون كرنت لايبيليتيز. واضحه دي يعني انت عليك 1000 جنيه ال 1000 جنيه دول منهم 200 جنيه مستحقين خلال 12 شهر او الاوبريتنج سايكل بتاعه الشركه ويتش ايفر از لونجر يعني. فانت بتصنف 200 جنيه كرنت اللي هو هيبقى كرنت ماتيوريتيز لمبلغ كان اصله او نون كرنت لا طول ليله. واضح حته الماتيوريتي دي بس شويه يعني معلش ممكن تاني بعد اذنك مستر. ماتيوريتي بالعربي يعني استحقاق. تمام انا رحت استلفت منك 1000 جنيه هسددهم لك بعد 3 سنين وانا بقفل الميزانيه ال1000 جنيه دي كرنت ولا نون كرنت؟ كرنت. افرض في 200 جنيه منهم هديهم لك بقى في خلال سنه كرم لقط الليله لقط الكلام يبقى ال 200 جنيه هتحطوا current maturities of non-current liabilities. واضح معلش تاني يا مستر انا ركب ده ايوه اروح لابو
وما يستحق خلال السنة ده قرن. أنا استلفت أكثر من سنة من قرن. ماشي الحل؟ أنا هسددهم لك بعد ثلاث سنين بديهيا الألف جنيه كاملة هتتصنف إيه؟ هتتصنف من قرن. متفق معايا؟ أوكي. افرض في منها جزء ما مستحق في خلال سنة هتصنفه إيه؟ قرن. بس واضح؟ اه تمام يا مستر. النون كارنت لايبيليتيز اشهر حاجه طبعا النوتس بيبل والبونز بيبل اللي هي تعتبر السندات يعني. والايكويتي قلنا انفستمنت باي اونرز الكابيتال منه بريفيرد وكومن واديشنال وريتن ذا ايرننج والاكيوميتد او سي اي. ولو انت بتعمل كونسوليديشن وعندك استثمارات ادت لوجود سيطره منك وكنترول على شركات اخرى في الحاله دي بنقول لك الف الف مبروك انت بقيت بيرنت وبنسمي الشركه الثانيه دي سبسيدري. ولو سيادتك لا تتملكها كلها هتظهر الجزء اللي انت لا تسيطر عليه. خد بالك من لا تسيطر عليه دي. طالما لا تسيطر عليه يبقى نون كنترولنج انترست. واضح كده؟ مش دي اللي بيبقى اسمها استثمارات في شركات شقيقة يا مستر سامي؟ هو الأقلية. ايوه لنسبة مساهمتك أكتر من 50%. اللي بيبقى اسمها استثمارات في شركات شقيقة. طب أنا عايز أقول لك على حاجة عشان ما تلخبطش نفسك. عايز أقول لك على حاجة عشان ما تلخبطش نفسك. أنت أما تيجي تتكلم في التوبك ده عشان ما تتلخبطش لازم تسأل نفسك سؤال. هو أنت بتتكلم على مستوى الستاندالون فاينانشيالز ولا بتتكلم على مستوى الكونسوليديتد فاينانشيالز؟ فلو انت تقصد ان البيرنت كومباني اللي هي مثلا كارجل اشترت استثمارات في شركه الزيوت فالبالانس شيت بتاعه كارجل ستاند الون من غير المجمعه هيكون في الاسيتس بتاعتها في حاجه اسمها انفستمنت في الشركه دي بالك اللي لو الون. اه فلو تقصد ده اديني جاوبتك. ماشي تمام تسمع يا استاذ سامي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طب نصنف كارنت ولا نون كارنت ازاي؟ هنرجعك بقى لسنه اولى في الجامعه. الكارنت هو الحاجه اللي هي اكسبكتد تو بي رياليزد ان كاش ديورينج 1 يير 1 يير اور الاوبريتنج سايكل ويتش ايفر از لونجر. طيب ايه اشهر حاجات للكارنت اسيتس؟ كاش، كاونت ريسيفبلز، انتورز، سيرتن انفستمنت. ماشي الحال. والبريبايد طبعا البريبايد ممكن يبقى منه جزء نون كارنت برضه. ماشي. طيب النون كارنت اسيتس دايما بتوع المحاسبه هنا بيحبوا يعرفوا بعض الاحيان بعض الامور تعريف سلبي. ماشي. هتلاحظوا في كذا حته ليها كذا موضع في المحاسبه الماليه. يعني بص النون كارنت اسيتس بص التعريف ار ذوز نوت كواليفايد أذكر يعني ما تصدعنيش. فهم قصدي؟ إيه النون كارنت اللي مش كارنت؟ إيه رأيك؟ مش مؤهلين إنهم ما بقوا كارنت. لأني الأفيلابل فور سيل سيكيورتي. أما أنت سألتني هي إيه بالظبط؟ تعريفها في المعايير المحاسبية الفاسبة لما جه عرفها عرفها تعريف سلبي. فقال لك اللي هي مش بلاش أقول لك بقى هي مش إيه؟ خلينا دلوقتي يعني مو معرفه هناك تعريف ايه تعريف سلبي عشان كده ما رضيتش اقوله لك. طيب النون كارنت اسيتس منها الانفستمنت طبعا. جميل كده. زي ما تكون انت اشتريت انفستمنت حقق لك قدر من الكنترول اللي بنسميه السيطره او السيجنيفيكانت انفلوينس على شركه اخرى وده هندرسه بالتفصيل فما تقلقش منه. مش هندرس غير الانفلونس الكنترول ده بره المنهج. السيرتن افيلابل فور سيل سيكيورتي هيلت ماتيوريتي ديت سيكيورتيز مي بي نون كارنت. يعني ستك رحت استثمرت رحت اشتريت سند تاريخ السحاقه وبعد 10 سنين فبديهيا هتصنفه ايه؟ نون كارنت. وبعض الفاندز اللي انت بتبقى شايلها كريستريكشن لامور معينه
يعني على سبيل المثال شايل فلوس عشان قصاد لونج تيرم ديت، شايل فلوس عشان تساتسفاي بنشن اوبليجيشن، وشايل فلوس عشان تشتري نون كارنت اسيتس. ف بتصنف الكلام ده كارنت حتى لو هو كاش، فلا تنزعج. اللي صور نت انفستمنت ان سيلز تايب ليز، لو انت كراجل مؤجر يعني القطاميه بقى في دفاترهم هيبقى عندهم لونج تيرم ريسيفابلز عايزينها من المستاجرين. الفيكسد اسيتس او زي ما بيسموها البروبرتي بي بي اي، بي بي تعتبر تانجبل فيرسس هنا الانتانجبل اللي هو من غير فيزيكال سبستانس. الفيكسد اسيت تقدر تلمسها. الفيكسد اسيتس بتتعرض للديبريشيشن، معظم الايتيمز فيها بتتعرض للديبريشيشن الا اللاند. اللاند ما بتتعرضش للديبريشيشن، ممكن تتعرض لحاجه اسمها ديبليشن لو كانت تعتبر ناتشورال ريسورسز. يعني ايش ان هو التاكل وكده يعني الديبليشن انخفاض القيمه. ماشي اسماء مستر سامح. طب السلو موشن ايتم ما دي تعتبر كارنت اسيت وبيحصل عليها ديبريشيشن. انتوا عندكم سبير بارتس؟ يعني بمعنى ايه؟ مش فاهم قصدك. انت بتقول لي سلو موشن ايتم في المخزون يعني، ولا سبير بارت، ولا عندك ايه؟ في المخزون. في المخزون. تمام. المخزون ده متوقع يتباع خلال سنه؟ لا. طب انت ليه مصنفه قرن؟ طيب عامه لو عندك مشكله في حاجه معينه في المعالجه يعني ممكن نبقى ندردش فيها اوف لاين يعني، فاهم قصدي؟ طيب تمام. يعني لو عندك مشكله في المعالجه ممكن ما اكونش انا الاكسبرت يعني، بس ممكن اقول لك نقرا فين الكلام. طيب تمام. وهي لو وهي مش لو كاونت اصلا انت مش هتعمل عليها ديبريشيشن من الاساس. هو قصده امبيرمنت. امبيرمنت انت حاطط لها امبيرمنت. لا 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 لا، هو في بعض الشركات بيقول لك حتى لو عندك انفنتوري ولسه الحاجه ما اشتغلتش ابدا اعمل اعلان عليها ديبريشيشن عشان هي جاهزه للاستخدام اوريدي. هو انت بتتكلم عن المخزون ولا حاجات يعني انت جايب كراسي، ولا دي المكنه اللي بتصنع كراسي؟ انت تقصد ايه بالسلو موشن دي؟ ستوك سبير بارت ستوك. ده بيتكلم على مخزون. مخزون مخزون. بس مخزون جاهز للتشغيل يعني انت اللي مؤخر تشغيله يعني. هو لو انت جبت القطعه دي وحطيتها هتشتغل على طول. بس يا استاذ احمد ده تقريبا بيتكلم على مخزون للبيع مخزون. يعني مش لل كم قصدي للبيع ولا للبيع؟ ديبريشيشن طبعا. هو جايب مخزون available for sale بس بسبب الديماند، فاهم قصدي؟ ده حاجه مختلفه تماما. هو يقصد كده. فده هتبني له ريزيرف، فاهم قصدي؟ ده هتبني له ريزيرف. يعني لو انت خلاص عندك probability عاليه جدا ان انت خلاص مش هتبيعه فعلا، هتبني له ريزيرف. الا لو هو بقى ماده غذائيه هتبوظ، دي قصص ثانيه يعني. بس بلاش دخلنا في متاهات. يعني احنا بنعمل الريزيرف ده يعني. احنا مثلا نبقى شارين مركب قمح، المركب دي في المخزن، بعتوا لنا قالوا لنا خلي بالكم فيها مش عارف حصل فيها بلاوي وايه، ممكن نبتدي ناخد ريزيرف. فاهمين الكلام؟ بس خلونا يعني عشان الموضوع ما يكبرش من احنا، ممكن نقعد ندردش في الامور دي ساعات طويله. البيلدينج اكويبمنت فرنتشر فيكشر كل الكلام ده، والليز هولد امبروفمنتس، كل الكلام ده انت ايه تعتبره بتصنفه نون كارنت ايه؟ نون كارنت اسيتس. الانتانجبل اسيتس اللي هي الاصول غير الملموسه، ودي ليها قيود معينه حطها الفسب عشان ينفع تسجلها اصلا، اشهرها الكوبي رايتس، اشهرها البيتنتس وهكذا، والجود ويل في حاله الكونسوليديشن. الكارنت لايبيليتيز دي بقى العكس، دي هتتسدل في خلال ايه؟ يعني هتطلع لها كاش في خلال سنه او الاوبريتنج سايكل ويتش ايفر از لونجر. ايه اشهر الامثله؟ التريد ديبل، الفلوس اللي عليك للسبلايرز، الاذر عليك فلوس للموظفين، الان ايرند ريفينيو، واحد جه دفع لك 10 جنيه عشان يشتري كرسيين وانت قلت له هسلمك بعد كذا شهر مثلا. ففي الحاله ديت الفلوس اللي انت خدتها ككاستمر ادفانس دي ما ينفعش تسجلها ايراد،
ما انت ما قدمتش اللي عليك، ما قدمتش الاوبليجيشن اللي عليك، فبنصنفها ايه؟ لايبيليتي ان ايرند ايه؟ ريفينيو. ان ايرند ريفينيو. وعندك اذر، الاذر دي بقى فيها حاجات كتير. اي اوبليجيشن عليك عشان تشتري اسيت، اي اوبليجيشن عليك نتيجه سينكينج فاند بروفيجن، يعني رحت اقترضت، رحت ايه؟ اقترضت. خلي بالك من كلمه برضه، انا عايز اقول هنا على اشاره، كلمه بروفيجن، كلمه بروفيجن معناها مخصص. مخصص صح كده؟ صح. بروفيجن هنا ليها معنى لغوي، بروفيجن يعني شروط. لقطت الفكره؟ لقطتين الكلام؟ يعني انت ممكن تقترض من البنك، ممكن تروح تقترض من البنك، فالبنك يحط مجموعه من البروفيجنز للعقد بينك وبينه في الاقتراض، على سبيل المثال طه. الله ينور عليك. فبس استخدام المصطلحات ايه، استخدام يلا بكم يعني. طيب payments or... طب لحظه كده يا شباب، معلش لحظه واحده. طيب انا رجعت تاني اهو. current portion of serial bonds، ده نوع معين من السندات هتدرسه ان شاء الله في بارت 2، يعني بيبقى شكل اقساط كده. ال current portion منها برضو هتبقى موجوده في ال current. long term obligations that are or will become callable by the creditor because of the debtor's violation of a provision of the debt agreement at the balance sheet date. ايه القرف ده؟ سيادتك للاسف رحت اقترضت والراجل قال لك خلي بالك يا عم الحاج، حافظ دائما ابدا، او اقرضك ياخد فلوسه بعد 10 سنين، وكتب كده شرط في العقد، لو سيادتك قفلت الميزانيه بتاعتك الكرنت اسيتس اقل من 2 الى 1 الكرنت لايبيليتيز، الفلوس اللونج تيرم دي هاخدها منك على طول. لقطت الليله؟ واضح؟ معلش تاني يا مستر سامي. انت رحت اقترضت، حلو، قرض طويل الاجل، ربنا يعافيك من قروض يعني، بس اذا نفترض ان انت اقترضت قرض طويل الاجل، بديهيا هيتصنف كرنت؟ لا طول الاجل لا، نون كرنت. نون كرنت. ازاي بقى يكتب كرنت لونج تيرم؟ مؤكد في ان. اما رحت اقترضت، الراجل كتب في الشروط القرض ان انت محمد اوعى الاقي مره وانت بتقفل ميزانيتك يبقى الكرنت اسيتس اقل من 2 الى 1 الكرنت لايبيليتيز. لقطت الليله؟ مثلا مثلا، فانت انتهكت الكلام ده، انت ايه؟ انتهكته. القرض طويل الاجل ده اصبح ايه؟ اصبح كرنت. لقطت الليله؟ تمام تمام. بس انا ما بظهروش في الكرنت لو الشركه ماشيه كويس والشرط ده was not valid yet، يعني ده القصد. انت بس بتحطه هنا في long term obligations under current لو انت ما نفذتش الشرط ده، صح يا مستر سامح؟ بالظبط. اوكي، بس هو باي ديفولت في long، يعني باي ديفولت هو في long term obligations، هو اصلا لا هو long term. اوكي اوكي، هو اصلا long term، بس وانا بقفل الميزانيه لو انا ما اخليت بالشرط اللي انا اتفقت بيه مع الديبتورز هحوله current liabilities، ده قصد حضرتك؟ ده بالظبط كده. اوكي الف شكر. لا، سيادتك بتبيع وعامل زي مخصص مردودات او عامل وارنتي لايبيليتي، ده بيبقى كرنت لو انت متوقع اللي يحصل له رياليزيشن خلال سنه او كده. الشورت تيرم ليزز، اف ذا ليسي الكتس تو ريكوجنايز ا رايت اوف يوز اسيت اند ا ليز لايبيليتي،
الحته دي هتبان لكم ما نشرح الليز، ماشي الحل؟ بس ممكن اديكوا هنت كده، مشيت الدنيا يبقى الحمد لله. النهارده الفزب صعب عليه المستاجرين، ففتح الباب للمستاجر اللي بيأجر ايجار اقل من سنه. انتوا معايا؟ اوبريتنج ليز بان هو، لا بان هو بسم الله الرحمن الرحيم، يا اسماء الفزب فتح الباب صعب عليه الليسي، ففتح له الباب قال له يا ليسي لو انت رحت اجرت بعقد ايجار اقل من سنه، من الممكن ان انت ما ترسملش، ولا ترسمل الاسيت ولا ترسمل ايه الا لو انت تحب تروح تختار كده بنفسك، ماشي الحل؟ هنا الشخص ده اختار بنفسه، ده واحد دماغه تعبانه قوي، ودي مش انا مش متصوره حاله في الواقع الحقيقه، ماشي؟ سامح لو سمحت، انا بعمل كابيتاليزيشن للاسيت ده بقيمه الايجار، القيمه الايجاريه ولا بقيمه الاسيت نفسه؟ يعني لو المبنى ب 20 مليون وانا ماجره ب 100,000، بعمل الاسيت بال 100,000 ولا بال 100 بال 10 مليون مثلا؟ هجاوبك اجابه مختصره لحد ما نفصلها، ماشي؟ اوكي. هترسمل بقيمه القيمه الحاليه للمدفوعات الايجاريه مخصوم على المعدل الضمني، ماشي؟ المعدل الضمني ده خلاص بقى مع احمد بقى تمام، نبدا ناخده بالتفصيل في حصه بحالها، ماشي؟ معلش يا مستر سامح، هو انا برسمل ليه اصلا؟ ما هجاوبك برضو في محاضره الليز، ماشي؟ دي محاضره كامله في الموضوع ده، خلاص تمام ماشي. انت عارف اما جيت شرحت الليز اول مره كشرح سيمي، والله شرحته في 16 فيديو، عشان كل كلمه من اللي انتوا بتسالوا عليها دي موضوع اصلا. فاحنا دلوقتي بناخد ايه؟ بناخد ان الاسيتس منها كارنت ومنها ايه؟ نون كارنت، واللايبيلتيز منها كارنت ومنها ايه؟ نون كارنت. احنا في حته سهله نخليها صعبه؟ انا قلت لكم الاجزاء ديت كل منهج الفار بص سالك وزي الفل، واسئله الفار كلها بما فيها الليز كلها ستريت فورورد. مشكله الليز والريفني ريكوجنيشن انه فيهم حته المعيار نفسه فيها الموج فيها ايه؟ عالي شويه. الموج عالي، فانت بتحتاج تذاكر مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لحد اما ايه؟ تابزورب المعيار تماما، وفي الاخر هتلاقي السؤال ساذج جدا، فاهم قصدي؟ لكن احنا في جزئيه اصلا ايه؟ ستريت فورورد. ايه سهله جدا جدا. يعني السؤال دلوقتي اللي هيجي لك احسب لي الكرنت اسيتس، فاهم قصدي؟ طيب ممكن كده معلش اسيبكم دقيقه واحده تقروا الجمله دي، النقطه سي دي اقروها كده، اسيب لكم دقيقه. خلاص خلاص يا شباب تمام، ما فهمتش حاجة. طيب الكرنت لايبيليتيز ما فيهاش الشورت تيرم ديت، هل ده كلام يعقل؟ لا فيها طبعا. طبعا المفروض الكرنت لايبيليتيز انكلود الشورت تيرم ديت، طبعا الا في بعض الشروط اللي الله ينور عليك. الشروط دي يا فزب قال لك والله لو انت يا شركه بينتي الانتنشن النيه والابيليتي اللي انت تقدري تجدولي الشورت تيرم ديت ده ويخرج بره ال 12 شهر او الاوبريتنج سايكل بتاعتك، فينفع نريكلاسه ونصنفه ايه؟ نون كارنت. بس لابد من اظهار حاجتين، ايه هما؟ نيه الشركه
نيتي فاينانس اللي انت دخلته اه ان انا هعمل نيو كونتاكت او ري فاينانسنج ليهم. الله ينور عليك. اعاده جدوله مع البنك. واضح كده؟ حلوة. انا عن نفسي كسامح منتظر جلايم يغير الكلام ده، لان الكلام ده اتغير في في, في في اخر اديشن بكيسه، فهو يبدو ان اليو اس جاب غير الفكره دي. مش عايز اقول لكم الجديد عشان ما تتلخبطوش، بس اي تغيير بيحصل في الفار بيبقى افكتيف في الامتحان بعد مرور سنه، فاهمين قصدي؟ فاول ما حاجه بتتغير انا اصلا ببعت لكم حتى لو احنا مخلصين الكورس. ماشي؟ طيب النون كرنت لايبيليتيز ممكن ايه تعريف النون كرنت لايبيليتيز يا فازب؟ على طول بيجري يعرف بالتعريف الايه؟ سلبي. قال لك not qualifying as ايه؟ as current. انا عاجبني قوي التعريف ده. في ignoring كده يعني. عارف الناس اللي بتقعد تصدعك تقول له اللي هي مش كذا. طيب non current notes payable والبوندز طبعا. الليابيليتي بتاعه الليزز، معظم الليابيليتي بتاعه الصندوق المعاشات، الديفيرد تاكس لايبيليتيز ديت بتتصنف نون كرنت. هي عامه كل الديفيرد تاكس يا جماعه بتتصنف نون كرنت. ماشي؟ كل الديفيرد تاكسز بتتصنف ايه؟ نون كرنت. الفاز بتراجع عن الفكره بتاعه تصنيفه لكرنت ونون كرنت، اللي كرنت ونون كرنت بقى كله ايه؟ بقى كله ايه؟ نون كرنت. الوارنتي اجريمنت برضو ممكن يتصنف كرنت وممكن يتصنف نون كرنت على حسب انت شايفه هيحصل له رياليزيشن امتى. الان ارند ريفينيو قد يكون كرنت لو انت هتسلم البضاعه بتاعتك وذين سنه او كده، هيتصنف نون كرنت لو اكتر من كده. واضح الكلام؟ ده سؤال سي ام اي بعد الهري ده كله. ده سؤال سي ام اي بقى. ماشي؟ سؤال زي ده تحله غلط في الامتحان، المفروض الامتحان يقفل. ايه يا شباب؟ كده يقفل؟ يا فندم يقفل معاك، ما ينفعش والله. طيب احنا هناخد ايه من اول لاين؟ كاش. كاش. ومن تاني لاين؟ اكونت ريسيفبل. ريسيفبل. ومن تالت لاين؟ الكرنت لايبيليتي. لا اسف، مفيش حاجه. مفيش حاجه. اخر لاين الانفنتوري. ممكن بعضكم يقول هي ايه كونتراكت لايبيليتي دي؟ الكونتراكت لايبيليتي يعتبر الاسم الدلع بتاع الان ايرند ريفينيو، الديفيرد ريفينيو، الكاستمر ادفانس. اسم الدلع بتاعه ايه؟ كونتراكت لايبيليتي. كونتراكت لايبيليتي. ماشي الحل؟ امتى يتولد الكونتراكت لايبيليتي عند الشركه؟ الكلام ده ندرسه بالتفصيل في الريفينيو ريكوجنيشن. ماشي؟ اما سيادتك تاخد ادفانس ما تاديش الخدمه، وما تاديش الخدمه او ما تدي الجودز بتاعت الحاجه بتاع اللي عليك يعني. وصلوا الفكره كده؟ الايكويتي قلنا الايكويتي منها الكابيتال، والكابيتال منه الكومن والبريفيرد، بيظهر بالبار فاليو
طب افرض الانفستمنت الانفستور دفع 10 جنيه في سهم بجنيه، يبقى ديبت الكاش ب 10 جنيه، كريدت السهم بجنيه، والفرق على حساب اسمه ايه؟ علاوة الاصدار. احنا البيدنج كابيتال بتسميه ايه يا اسماء؟ بريميوم. بريميوم؟ مين قال بريميوم؟ علاوة اصدار. حلو قوي. شايفين كلمه المصطلح ده مصطلح الايفرس اديشنال بيدنج كابيتال، ده مصطلح اليوس جاب، تمام كده؟ تمام. في عندي جلايم منزل كومباريزون كده ما بين مصطلحات البريتش والامريكاني لو تحبوها، يعني بتفيدكم في حاجات اكتر من انا كنت بدرس ماده ضرايب انجليزيه كده، فكنت بقرا مصطلحات بستغربها جدا وهي مرتبطه بالبريتش قوي. وعليكم السلام ورحمه الله. الاديشنال بيدنج كابيتال ده الفرق، وقلنا بقى 9 جنيه هيترموا على حساب الاديشنال. يعني الريتند ايرننج تعتبر البي ان دي الز بتاعتك كوميوليتيف، ماشي؟ ممكن طبعا مجلس الاداره يعمل يعني يعقد مجلس ويعمل اعلان عن توزيعات ارباح، القيود بتاعتها نشوفها حالا. التريجر ستوك، عرفنا يعني ايه تريجر ستوك؟ اسهم خزينه، تعتبر كونترا ستوك بتشتري اسهم، تعتبر كونترا ايكويتي اكاونت. والاكيوميليتد او سي اي، والاكيوميليتد ايه؟ او سي اي. كل حاجه جوه الايكويتي طبيعتها انها كريدت بالانس اللهم الا من اللي يعني سيبك من الحاجات الاستثنائيه. الريتند ايرننج تقلب عشان سيادتك منيلها خسائر، خسائر. والتريجر ستوك دائما ابدا ديبت بالانس، ديبت. واضح يا جماعة؟ تمام. حسابات الميزانية بيرمننت بتقفل برصيد آخر المدة، بيبقى هو رصيد أول المدة للسنة اللي بعدها. الميزانية طبعاً بيطلع معها ديسكلوزرز كتير جداً، جلايم هنا جايب لك بس الحاجات المشهورة قوي. يعني لو أنت عندك استثمارات بتعمل جدول ليها بأنواعها وهكذا، ولو أنت مقترض عن طريق سندات بتحط جدول. لحظة يا شباب، لحظة واحدة. يا شباب معاكم. طبعا الافصاحات اصلا يعني لو دخلت لاي كتاب محاسبه متوسع هتلاقي ان كل ايتم جوه الميزانيه ليه ما يقننه من معايير فيما يتعلق بالافصاحات. هنا جلايم جايب لك الحاجات الاساسيه، يعني الانفستمنت سيكيورتيز، الماتوريتي بتاعت السندات بتاعتك اللي انت اصدرتها، لو عندك مصايب بيندنج ليتيجيشن، لو عندك كابيتال ستوك بتظهر،
التفاصيل بتاعته. انت يعني عامل ايشوينج يعني عامل اصدار للستوكس يعني. الليميتيشن بتاعت البالانس شيت، الليميتيشن بتاعت البالانس شيت في ليميتيشن مرتبطه بيها هي شخصيا، وفي ليميتيشن مرتبطه بسبب علم المحاسبه اصلا. يعني ايه الكلام؟ يعني انت هنا بيقول لك البالانس شيت يا يوزر خلي بالك وانت بتبص فيها ما تفرحش قوي بحاجات او تزعل قوي من حاجات، الموضوع محتاج اناليسس. بمعنى البالانس شيت بتديك ايه؟ ارصده ايه؟ بوينت اوف تايم، البوينت ان تايم. فانت ممكن الكاش اللي كنت فرحان بيه ده تاني يوم يبقى ايه؟ يقلب. وصل؟ فدايما هنا بيحذروا بقى اليوزر، يا يوزر خلي بالك ان في حاجات جوه الميزانيه، مثلا حته ارض ب 1000 جنيه، الارض دي كنا جايبينها من 30 40 سنه، دي النهارده بملايين. فهتلاقي ان في ايتمز بتتقيم بايه؟ بالهيستوريكال كوست، مش بالايه؟ مش بالفير فاليو. يا يوزر خلي بالك ان قيم كتير جوه الميزانيه مبنيه بسبب استيميت، مبنيه بسبب ايه؟ استيميت. يعني انا النهارده قدرت ان انا عندي 10% من الفواتير مش هقدر احصلهم، مش ممكن يبقوا 20؟ ممكن. فحاجات كتير مبنيه على استيميت. يا يوزر خلي بالك مش كل ما هو في دماغك قد يكون اسد بيسجل في الميزانيه. الميزانيه مش بتسجل كل حاجه. يعني ايه الكلام؟ يعني انت النهارده اشتريت مكنه، هل المكنه دي هتظهر في الميزانيه كاسد؟ اه طبعا. رحت عينت واحد عنده نو هاو رهيبه هيعمل لك انوفيشن في شركه ادويه، هل هتسجله اسد؟ مش هتسجله لا. لقط الفكره. فبيبينوا لليوزر ان في بعض الحاجات تعتبر قيود ومحددات على الميزانيه. طيب ده سؤال سي ام اي. اه بس دلوقتي الحاجات دي بتتكابتل، اللي هي انا بتكلم على الموظفين يا استاذ احمد. استاذ احمد قال يقصد الكابيتاليزيشن اوف سالاريز، اللي هي الموظفين، السالاريز اللي بنجيبهم من الموظفين اللي بيبقوا بيعملوا امبلمنتيشن او بيعملوا زي ما حضرتك مثلا انتجريشن للسيستمز. انت فاهم قصدي انا ايه يا محمود؟ اه تمام. كفايه الشخص نفسه، اقصد الموظف نفسه. الموظف نفسه تمام. يعني تحسب الاكسبكتد بنفيت اللي هناخده منه ورسمله. تمام. طب انت في اصول الشركه كده. ايوه تعمل له ديبريكيشن بقى. هم بيسموها هيومن ريسورسز، هي ريسورسز فعلا بس مش محاسبيا مش بت ايه؟ تمام. ده سؤال المفروض يعني برضو سهل جدا انا شايفه. بيقول لك كل دي تعتبر ليميتيشن الا ايه؟ ايه قصادك مش ليميتيشن؟ ايه قصادك مش ليميتيشن؟ تمام. ركز يا ابو حميد، كل اللي حله تمام بس في حد فلتت منه. الإجابة إيه يا شباب؟ واضحة علينا كلنا ولا لأ؟ حاضر. طيب كل دي ليميتيشن إلا إيه؟ ده سؤال سي ام اي برضه.
تمام تمام. ممتاز يا شباب. الإجابة إيه؟ في حد عايز أي فيدباك؟ ده سؤال ويلي مألفه، ده جميل قوي، سؤال جميل قوي. بقول لك ازاي البالانس شيت بتهلب اليوزرز؟ يعني انا صياغة السؤال مش عجباني قوي بس شغال. تمام، الله ينور عليكم. تمام، طيب الإجابة دي ماشي. انا بس مش عجبان الصياغه شويه، انا كان يعني كان نفسي ان هو يقول it help. ماشي طيب، واضح كلام؟ تمام. طيب احنا كده اخذنا income statement balance sheet، ناخد بقى statement of ايه of changes in stakeholders equity، وبعد كده الكشف له في الاخر بقى. طيب الفزب كل العجن اللي بيعجنه فينا ده عشان خاطر مين؟ اليوزر. فجي قال لك بتاعت الاوف بالانس شيت دي مش معانا. ايه الحته بتاعت الاوف بالانس شيت؟ لا دي اتلغت. انت شايفها فين؟ هي موجودة في كلايم. أني إديشن؟ 19 تقريباً، مش عارف بالظبط يعني معايا يعني. دي اتلغت يا مين بيسأل؟ محمد. آه اتلغت يا محمد دي، نفسك تعرفها أقولها لك؟ لا خلاص اتلغت خلاص تمام. ماشي. شكراً. بس يعني هي اتلغت. طيب. بس أنا هجيب سيرتها. حقيقي يعني بس حتة قدام. ماشي تمام. ماشي؟ تمام. أوكي. يعني خلينا في اللي علينا فاهم؟ طيب. بالظبط كده احسن. ماشي. جه الفزب جه قال لك ايه؟ جه قال لك انا عايزك تعمل لي ستيتمنت تبين لي فيها الايكويتي لليوزر، فاحنا هنجاوبه بكل براءه هنقول له ايه؟ مش يا عم الحاج الايكويتي دي كده كده احنا بنظهر لك فين؟ بالانس في البالانس شيت؟ ميزانيه. مش الايكويتي دي يا فزب بنظهرها لك في الميزانيه؟ هو انت كل شويه تقرفنا؟ ما خلاص ظهرها في الميزانيه. فقال لك لا، اصل انا عايزك تبين لي لليوزر ايه بقى؟ انا عايزك تعمل لي ريكونسيليشن، عايزك تعمل لي ايه؟ ريكونسيليشن، تمسك لي عناصر الايكويتي وتحطها في كولومز، وتحطها في ايه؟ كولومز وكولومز، وتحط له رصيد اول المده اللي انت كنت قافل بيه في ميزانيه السنه اللي فاتت، وتبين لي الحركه على عمود عمود على ايتم ايتم من الايتمز بتاعت الايه؟ الايكويتي. فرصيد اول المده اللي فوق ده اللي هو الرول اللي فوق ده هتجيبه من ميزانيه السنه اللي فاتت، او تجيبه من نفس القايمه بس اللاين اللي تحت. خليني اوريها لك. ادي الايه؟ اندنج بالانس. ادي اللاين الاولاني البيجيننج بالانس. اللاين ده هنجيبه من نفس الستيتمنت ديت بس بتاعت السنه اللي فاتت. حلو الكلام. ادي التوتال ايكويتي. ايه الايتمز اللي جوه الايكويتي؟ يعني ال 500 ديت ايه البريك داون بتاعها؟ عندك هنا 350 ريترند ايرنينج، 100 اكيوميليتد او سي اي، 40 كومن، اديشنال 30، وماينس 20 تريجري. ماشي الحال؟ طب ايه اللي حصل بقى خلال السنه؟
اللي حصل خلال السنه تغير وصل ال 500 ل 650 اكروس اللاينز دي كلها، منهم 110 سيادتك الحمد لله الف الف مبروك كسبت، منهم 60 ديفيدنس. الاكيوميتد او سي اي الاثر بتاع السنه كان رامي كام؟ 25. اصدرت حضرتك اسهم خلال السنه القيمه الاسميه بتاعتهم كانت 10، واللي اترمى على الاديشنال كان 80، والتريجر ستوك اشتريت مزيد من اسهمك من البورصه ب 15. فاليوزر بيبص البتاع دي بينشكح قوي، بيعرف الترانزاكشنز اللي حصلت على حسابات تعتبر في غايه الاهميه، بتعكس قرارات مهمه جدا وبتعكس تحركات على ايتمز ماتيريال جدا بالنسبه له. ماشي الحال؟ طيب هنا في حاجه اسمها ستيتمنت اوف ريتيند ايرننج. الستيتمنت اوف ريتيند ايرننج يعني ممكن يتعمل بشكل مستقل كده، وممكن تبقى في وسط القايمه ديت زي ما انت شايف كده. ماشي. هي ريتيند ايرننج يا جماعه ايه العنصر الاساسي في تغييرها؟ نت انكم، البي ان دي، نت بروفيت. صح، بي ان دي اللي مكسبانه الف الف مبروك هتزود لك ريتيند ايرننج، بي ان دي اللي خسرانه هتخسر لك ريتيند ايرننج، وزعت ارباح هتقلل لك ريتيند ايرننج. صح كده؟ لكن ايه ممكن نتصوره تاني ياثر على ريتيند ايرننج؟ حاجتين. الاحتياط. ماشي، بس مش هتلاقيه مكتوب هنا، خلي بالك. اخدت بالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الريتيند ايرننج هتتاثر بحاجتين قلنا، البراير بيريود ادجستمنت بتاع الايرور، الايرور كوركشن لو تفتكروا، والتغير في المبدا المحاسبي. دول حاجتين بيأثروا على رصيد أول المدة للأرباح المحتجزة، قد يكون مكسب وقد يكون خسارة. الكلام ده أنا وضحته الحصة اللي فاتت. طيب حبيت أنا هتدرسوا البقين دول في بارتو 2 بالتفصيل، وليهم شروحات سي بي اي لو حد عايز يفهمهم بالتفصيل، فيهم حاجات علمية كويسة جدا يعني مفيدة، يعني اللي هي الحتة دي التغير في المبدأ المحاسبي وتصحيح الأخطاء. ماشي الحال؟ طيب ده سؤال سي ام اي. واضح يا شباب؟ واضح السؤال؟ تمام، الله ينور، زي الفل. طيب الإجابة دي حد عايز أي فيدباك؟ ماشي. هنا جلايم عامل لك عنوان مسميه كومن ستوكس وبريفيرد إيه؟ بريفيرد ستوكس. الكلام ده هتدرسوه بالتفصيل في بارت 2، بس من وجهه نظر مش المحاسبيه بقى، من وجهه نظر الاداره الماليه او من وجهه نظر ماده التمويل او الفاينانس، الكوربريت فاينانس. ازاي تحسب تكلفتهم ومزاياهم وعيوبهم. هنا كلام سريع جدا بالنسبه للي هتشوفه في بارت 2. الكومن ستوك منها الاثورايزد المصرح بيها، منها الايشيود المتداوله المصدره، ومنها الاوت ستاندنج الايه؟ المتداوله. استر سامح، السناب شوت بتاعه التشنجز في اكويتي عماله تظهر لوحدها كده، الشاشه بس مش ثابته يعني. متعلق عندنا كمان. ممكن بس تعمل الريشير من جديد يا مستر سامح، عارف الشير من جديد. السنابنج بتقول عماله تظهر وتيجي تاني. ايه كده؟ طيب لا كده سبتت شويه، رجعت تاني. ممكن تقفل سناب شوت خالص مستر سامي؟
او فعلا تعمل تقفل شير وتعمل ريشير من جديد، ده هيبقى احسن حل. طيب احنا كده عملنا ريشير، ده تاني نفس المشكله غريبه قوي. شيء غريب قوي. طب الابلكيشن اللي بيعمل شورت كات ده صح، او اللي بيعمل اللي بيعلق ده هو الكمبيوتر شكله ملبوس. لا بس كده تمام. البريفيرد شير هولدرز والكومن شير هولدرز، الكلام ده مش محطه بتاعته هنا قوي، بس يعني معلومات سريعه. الكومن شير هولدرز هم يعتبروا الملاك الاساسيين بتوع الشركه اللي ليهم حق التصويت. معظم الولايات في امريكا ما بتمنحش حق التصويت للبريفيرد ستوك، واضح؟ لكن البريفيرد ستوك قد يكون ليها بعض المزايا القريبه من الديت سيكيورتيز اللي خلت الفاس بيعتبرها في بعض الاحيان كانها هايبريد شويه. ماشي الحال؟ الكومن شير هولدرز ايه؟ تمام. الكومن شير هولدرز لو في ليكويديشن يا جماعه بيبقوا اخر ناس واقفه في الصف. الصف ده ترتيبه ايه؟ هتدرسه بالتفصيل في بارت 2. ماشي؟ طبعا اول واحد هيبقى في الصف الكريديتور اللي مسك حاجه اللي اداك كارد براهن مثلا. ماشي؟ طيب هنا عندنا بعض الترانزاكشنز، كلها ترانزاكشنز يعني سهله ومن الحاجات اللي ممكن نتصورها تجيلك في الامتحان، المرتبطه بالايكوتي. يعني انت لو تفتكر المنهج بتاعنا احنا في سلايد 72 بس عشان ما ننساش، بص موجود هنا ايه؟ equity transactions. ماشي؟ فمن الحاجات اللي سيادتك عليها لازم تكون عارف الانتري بتاعت اصدار الاسهم بتتسجل ازاي. الشركه ديت اصدرت 50,000 سهم البار بجنيه، والانفستور دفع كام؟ 17. يبقى ديبت الكاش على 17 ب 50,000 سهم، وكريدت الكومن السوق دائما ابدا بالبار، والفرق هات فين؟ الاديشنال بيدنج كابيتال. طيب افرض انت طبعا ليه بنعمل كده؟ هتدرسه بالتفصيل في بارت 2. ماشي؟ يعني عايز اقول ان في موتيفز وانسنتيفز تحرك المانجمنت تعمل التريجر ستوك ده. احنا عايزين نبص لها هنا من وجهه النظر المحاسبيه. الايكوتي ترانزاكشن، انا نزلت اشتريت اسهمي من البورصه، يعني موست لايكلي كريدت الكاش، صح ولا لا؟ تمام. ديبت ايه؟ ديبت الايكوتي. ديبت الايه؟ الايكوتي. لاني التريجر ستوك بتريديوس ايه؟ الستوك هولدرز ايه؟ ايكوتي. بتبقى ديبت ولا كريدت بالانس؟ بتبقى ديبت. بتبقى ايه؟ ديبت. بتبقى ديبت. الفاسب هنا سمح للشركات بطريقتين للمعالجه. ماشي؟ طريقه اسمها الكوست ميثود وطريقه اسمها البار ايه؟ البار فاليو ميثود. طيب الشركه ديت نزلت اشترت من البورصه كم سهم؟ 5000. 5000 سهم. السهم كان اصلا البار بتاعه بكام؟ دولار. بدولار. ماشي الحل؟ اشتريته بكام؟ ب 20. خلي بالك انا اصدرته هنا الانفستور كاع كام؟ 17. انا هنا نزلت اشتريته بكام؟ ب 20. بغض النظر بقى انا شغال بتنجان ميثود، بار فاليو ميثود، كوست ميثود، ابراهيم ميثود، كده كده لازم كريدت الكاش بكام؟ 100. ولازم ديبت الايكوتي. يبقى هم اختلفوا في مقدار معين. طالما طريقتين، هو لو طريقتين نفس الكلام يبقى مجانين، صح ولا لا؟ بالظبط. طيب اختلفوا في ايه؟ طريقه الكوست ميثود قالت لك ارميها كلها على حساب التريجر ستوك ديبت بالانس بال 100,000 دولار كلها. واضح؟ ديبت التريجر ستوك كريدت الكاش بال 100 كلها؟ بال 100 كلها.
يعني ايه الكلام؟ مش انت عندك الايكويتي عباره عن كومن ستوب اديشنال بيد ريتند ايرننج اكيوموليتد او سي اي، حط تحتيها تريجري ستوب $100,000 ديبت ان الوكيتد على حاجه فيهم، ما تعملش ايه؟ مش هتعمل الوكيشن. ماشي؟ طيب طريقه البار فاليو قالت لك ايه؟ قالت لك سجل اللاين بتاع التريجر ستوك اللي تحت ده بالبار، خليه دي بتبالانس يظهر بالبار. ماشي؟ والفرق ما بين انت النهارده، لحظه كده يا جماعه، طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انت سيادتك لما نزلت بعت، لما انت بعت الاسهم اصلا خلي بالكوا كده كده السهم بكام البار؟ بدولار. بدولار. سيادتك لما بعته اصلا بعته على كام؟ 17. رميت منهم دولار لو تفتكر على الكومن ستوك، ورميت منهم $16 على ايه؟ اديشن بيدنج كابيتال. اديشنال بيدنج كابيتال. طريقه البار بتيجي تقول لك ايه؟ التريجر ستوك اكاونت حمله فقط بالبار. خلاص دي؟ خلاص دي؟ تمام. وسيادتك كنت بايعه بكام؟ قلت لها ب 17. انت كنت محمل كام على اديشنال؟ قلت لها 16. قالت لي حمل هنا 16 ديبت. ولو في فرق ستيل في فرق، ما انت شاري، ما انت يا حبيبي رحت جبته ب 20، انت ملبسني في $10 زياده، $2 مخسرني يعني ولا مش $3 مخسرني؟ مخسر. يبقى الفرق ده يتاكل منين؟ ريتيرن ايرنينج. من ريتيرن ايرنينج. لقطوا الليله؟ واضح الكلام؟ يعني انا كده قللت راس المال بالاديشنال بيد اللي هم ال 80,000 دول، قللت راس المال بيهم. طيب تعال نشوف الاثر مثلا حضرتك حاجه، النيتشر بتاع التريجر ستوك، النيتشر بتاع الاديشنال بيدنج كاش ده كريديت اديشنال بيدنج كابيتال. لا يعني طبيعه الحساب بتاع الاديشنال بيدنج كاش ان كابيتال ده اصلا كريديت؟ طبعا. اوكي طيب تعالى نتصور ان سيادتك لما اذرت الاسهم اذرتها بكام قلنا؟ $17. ب 17 لما بعت كومن ستوك. اما اذرتهم يعني رميت دولار على كومن ستوك وقلنا 16 على الايه؟ على الاديشنال. تعالى نتصور بقى ما انت نزلت اشتريتهم، ما اشتريتهمش ب 20، اشتريتهم ب 10. اشتريتهم بايه؟ ب 10. يبقى كريدت الكاش بغض النظر عن الطريقه، مسعد ميثود، بار فاليو ميثود، كوست ميثود، كريدت الكاش بكام؟ 10 في 50,000 في 5000 سهم ب $50,000. دي ما فيهاش نقاش. طريقه الكوست ميثود بترمي كل المبلغ على حساب التريجري. ماشي؟ ماشي الحال؟ تمام. طريقه البار بتيجي تقول لك ايه؟ التريجري يشيل بس البار والفرق هيبقى على الاديشنال بيدنج كابيتال. واحد يقول لي ليه الريتند ايرننج ما ظهرتش؟ ما هو هنا ربنا كرمنا ما تورطناش في خسائر عشان نقدر نسترد اسهمنا. واضح؟ تمام. واضح. هو هنا في حاجه انا يعني لا انا ما شفتهاش والله، افتكرت اللي انا شفتها بس خلونا ايه، حاجة جبتها من السي بي اي كده، بس خلينا نحل السؤال ده الأول. بيقول لك التريجر ستوك، شراء التريجر ستوك
بيتحط ايه؟ قلنا المفروض بقى مش الامتحان يقفل يفرح وش بريك يا استاذ سامح. انا ممكن اصلي العصر بس لو هتطوله في الكويت اذن بدري والله ساعة في لو حد دلوقتي بريك. طب انت بص يا احمد انت عشان رقبتي بس الله يكرمك قوم صلي انت. طب انا هقوم اصلي ماشي اوكي. الناس اللي معايا في مصر سيبهم لي. اصلا لو خدت دلوقتي بريك معانا بعض الافاضل بيصلوا في المسجد فاهمين قصدي، فيعني نسيب لهم وقت بس الاقامه عشان لو انا اديته دلوقتي بريك ماشي. انا معايا بس لحد ما اخلص لكم الحته دي. الاجابه دي واضح ماشي. الحته دي اف واي اي انا جايبها لك بس من بيكر بتاع السي بي اي عشان بس تبقى يعني شايف الموضوع. طريقه الكوست ميثود بترمي الرقم كده ان الوكيتد كله في لاين التريجري ماشي. طريقه البار دي بقى طريقه محسوكه شويه، بتحب ترمي التريجري بالبار بس واضح، وبعد كده بقى تنزل بقى تاكل من الاديشنال. سيادتك كنت حظك من قايل بنيله دفعت اكتر من الشراء الزر الاصلي يبقى هتاكل كمان منين؟ بتند ارننج. لكن شغال مسعد شغال ابراهيم من 221 ايه؟ بس هو حضرتك هنا يعني في الكوست ميثود افرض انا اشتريت كل الاسهم بتاعتي بس الفاليو بتاعها قالب فهيقلب معايا حساب الكومن ستوك يعني مثلا فور اكزامبل. ثانيه نزل اشترى اسهمه كلها يعني كلها يعني بلاش كلها، لو افترضنا ان اشترى 50% بس الفاليو بتاعها اعلى من 100% اللي هو كان اللي كانت متسجله بيه، فبالتالي الحساب هيقلب لو احنا طبقنا طريقه الكوست ايه الاديشنال. يعني هو دلوقتي تمام. انا شايف ان اللي البار فاليو دي احسن بتالوكيت كل حاجه حسب ما انت سجلت. انا ما قريتش في مزايا وعيوب الطريقتين بس مؤكد هما متكلمين في حاجه زي كده يعني فاهم قصدي. احنا بقى الكالسكوب بتاعنا ان احنا بس نعرف الطريقتين بيتحسبوا ازاي صح بس ماشي شكرا. طيب يا مستر سامح الحته دي اصلا انا معايا شابين ثلاثه اظن من الجروب اللي قبله، الحته دي اصلا جلايم لسه حاططها انا ما كنت بشرحهاش اصلا، فالناس دخلت امتحانات ونجحت من غير ما تبص في دي اصلا. تمام. هو ممكن اصلا ينزل يقل السهم عن البار فاليو. انا قريت حالات شاذه زي كده اظن في كيسه يعني كان بدولار وبقى هيتباع باكثر بقى اقل من دولار. قريت تقريبا حاجه زي كده في كيسه يا احمد بس دي حالات شاذة قوي قوي لان الشركات بتتعمد ان البار يكون قيمته منخفضه جدا فاهم قصدي؟ اي بيع يبقى مكسب ايه؟ عشان اي بيع يبقى مكسب، عشان اي اصدار اسهم يبقى مكسب في هو ايه الفرق؟ هو مسمى بار فاليو ده معلش ممكن نرجع للسلايد ده ايه؟ القيمه الاسميه للسهم والسعر الثاني الدولار كان اسمه ايه؟ 17 سعر الاصدار تمام. ملهاش علاقه خالص تحديد قيمه البار بالمكسب والخساره تمام. طيب بيقول لك لو انت شغال بالكوست ميثود، ده سؤال من ده منين ده من جلايم ده ولا ايه؟ لو انت شغال بالتريجر ستوك بالكوست ميثود الكوست دي هتبقى ايه؟ اسيت. يا سلام ايه الجمال ده. هنقلل الريتند ايرنج ولا نقلل الاديشنال ولا ان الوكيتد؟ ان الوكيتد. والله جلايم ده عسل، كتب كلمه ان الوكيتد في الكتاب والف لها سؤال. بنثبت المعلومه كويس كويس. طيب ايه من الجمل دي صح عن التريجري ستوب؟
ده سؤال جلاي مألفه برضه. هي اصلا جلايم حاطط لك ثلاث جمل شمال. طبعا انا ما فهمتش حاجه من الثلاثه بصراحه فاخدت اللي فاهمها. هو الموضوع ابسط من كده بس يعني انتوا عرفتوا وصلتوا للاجابه ولا لسه؟ ماشي الاجابه دي احنا قلنا ان هي تعتبر كونترا ايكوتي ايه؟ كونترا ايكوتي اكاونت. طيب ده سؤال جلايم مألفه برضو بيقول لك شركه اشترت من السوق كام سهم؟ 10,000. السهم ده البار بتاعه بكام؟ 25. بخمسه. قاعد فيه كام؟ 25. وهي كانت اصلا لما باعته في الاول باعته بكام؟ 28. حلو قوي. يعني انت بعته ب 28 اصلا وما نزلت اشتريته بس بكام؟ ب 25. يبقى انت مش هتاكل منين؟ لو انت شغال بطريقه البار مش هتاكل. طيب بيقول لك لو انا اشتغلت بالبار مش بالكوست which of the following accounts would show a different dollar amount عن الكوست طبعا. طيب هل ينفع الإجابة إيه؟ ينفع؟ هي تنفع على فكرة لأن هي هتغير على مستوى الإيكويتي كله. بص يا أحمد التوتال السوك هولدرز إيكويتي كام؟ 221. مش هتغير في الطريقتين. ماشي أوكي أنا بحسب من قبل. بقول لك أهو لو أنت استخدمت البار مش الكوست. تمام فاهم؟ يبقى الإجابة دي تنفع؟ لا كده ما تنفعش. باش ماشي؟ ها طيب انت النهاردة حساب التريجر ستوك هنا هيبقى unallocated وهنا بالبار بس فلابد الإجابة يكون فيها كلمة ايه؟ تريجري صح؟ مظبوط صح. طريقة البار هتعمل adjustment على حساب ايه؟ الاديشنال. التانية مش هتعمل. هعمل اكسكلود لبيه. يبقى انا لازم الاجابه يكون فيها تريجري وايه؟ واديشنال. الاديشنال بيبي كاب. يبقى انهي اجابه؟ دي. طيب ده الانتري بتاع لو سيادتك ايه؟ اعلنت ووزعت ارباح. الارباح النهارده الشركات لما بتيجي توزعها والله لو ربنا مسهلها لها بتوزع حاجه اسمها توزيعات أرباح في شكل كاش طبيعي. نفسها توزع أرباح ومش معاها كاش ممكن تلجأ إن هي توزع حتة من الأسيتس بتاعتها. فاهمين؟ يعني تيجي تقول مثلا أنا هدي للمساهمين حتة أرض. فدي في اللحظة ديت مش هتبقى كاش هيبقى اسمها Property Dividends. والله بقى ولا معاها كاش ولا معاها حتة أصل نفسها تخلص منها ولا توزعها ممكن تديهم اسهم مجانيه. فاهمين الكلام؟ امال هي كسبت ايه عشان توزع؟ يعني كسبت ايه عشان توزع؟ شو قصدك؟ يعني لو معاها كاش ولا معاها اسيت وهي كسبانه ايه هتوزع؟ انت بتعير الشركه يا احمد. سيبنا الصلاه على النبي يعني مش ممكن. يعني بص الكلام ده انت ممكن تكون كسبانه بس ما عندهاش. الله ينور. ده برضه موجود. ده موجود ماشي. عامه موضوع الديفيدنس ده ليه نظريات بتتدرس بالتفصيل في الكوربريت فاينانس ان انت ممكن تحاول تحافظ على ستيدي ديفيدنس ديكليريشن. يعني ليها حاجات كتير قوي. فاهم قصدي يا احمد؟
فابسط اجابه اللي قالها استاذ احمد، انا اديتهم ارض عشان ما عنديش كاش، ماشي؟ وليها بقى مواويل القصه دي. طيب احنا هنا حياتنا ابسط، احنا هنا في المدينه الفاضله، الشركه دي جت على 12 سبتمبر البورد اوف دايركتورز قعد وقال انا هطلع 3 دولار على كل سهم، هطلع 3 دولار على كل ايه؟ على كل سهم. طب انت يا شركه عندك كام سهم النهارده اوت ستاندنج؟ قالت لك 40، يبقى هتطلع ايه؟ 120,000 ديبت ريتند ايرننج في تاريخ التوزيع، كريدت الديفيدنس بيبل في يوم اللي هتدي الكاش للبشوات دول، ديبت البيبل كريدت الكاش. شغال؟ بسيطه. حلو قوي. طيب افرض ما عندكش الكاش، واحد اقترح عليك قال لك ايه رايك عندنا حته ارض في الميزانيه عامله لها 50,000 دولار، ايه رايك نديها للمساهمين؟ خدت بالك؟ فاحنا في اللحظه دي اتصلنا بمين؟ اتصلنا بالخبير المسمن. تعالى يا عم الخبير، عندنا حته ارض في تاريخ التوزيع جبناه النهارده، احنا عايزين نوزع الارض ديت، اكتب لنا شهاده الارض دي بكام. الراجل بص على الارض كده قال لك ايه ده، انتوا كاتبين عليها 50، لا دي ب 80، دي بايه الفير فاليو بتاعتها؟ بايه؟ 80. يبقى انت محتاج تنفخ الارض في الميزانيه توصلها من 50 لكام؟ 80. ل 80، يبقى ديبت الارض ب 30، والكريدت ده بقى ارميه فين؟ هتسال نفسك سؤال بريء، هو جين ولا لص؟ جين. 30 جين، يبقى ارمي جين يا باشا. الجين ده عايز تسميه، سميه جين على الريميجرمنت اللي حصل. وبينزل في الارض، بينزل في الازر ريفينيو، في الازر انكم، نزله في الازر انكم. لا تمام، ده في البي اند ال. لا بس هو ده مش يعتبر ايفالويشن؟ لا دي حاله استثنائيه في اليو اس جاب لاعاده التقييم، حاله استثنائيه. اصل انا اخاف اقول ريفاليشن. لو كان هو ده معناه ان ده لو كان الغرض بيه ان انا هوزعها للمساهمين او ليها استخدام اخر، فممكن نعمل ايفالويشن ليها ولا يعني استخدام اخر؟ هي هنا يعني انا هوزعها للمساهمين، فاليو اس جاب فتح الباب للريميجرمنت على اساس ايه؟ ان اي ترانزاكشن فيها بتحصل ما بين طرفين لابد ان هي تعكس الفير ماركت فاليو، صح؟ فبسبب كده قال الشركة عملية ريميجرمنت، وإلا فاليو استجاب من المحرمات عنده إعادة تقييم الأصول السابقة. ما دي نقطة أساسية، دي من المحرمات عنده. تمام. فأنت في اليوم التوزيع هتجيب المسمن يا عم الأرض بكام، الأرض وصلت بقى ديبت الأرض ب30، كريدت الجين اللي جاي من ريميجرمنت ب30، بعد كده هترمي الانتري بتاع ديفيدنس بيبل، بس هتكتب جنب ديفيدنس بيبل بروبرتي، وهتقول ديبت الريتند ايرننج بال80، كريدت الديفيدنس بيبل بكام؟ ب80 بس بروبرتي كده. الامباكت على الريتند ايرننج النت بتاعه كام؟ 50. 50. ماشي. جه بقى المساهمين ياخدوا حته الارض، نقلنا الملكيه، ديبت البيبل كريدت ايه؟ كريدت الارض. اللاند. طيب اخر حاجه وهندي بريك يا محمود. محمود اخر حاجه، ماشي؟ هتسمعها؟ هتعرف تسمعها ولا لا؟ خليها بعد الصلاه، ما هي اخر حاجه بقى. لا مش هلحق، هنلحق انا. طيب استاذن. لا لا خلاص، خلينا اوقف لاني فيها حكايه كده. نتقابل ان شاء الله بعد ربع ساعه ان شاء الله. خلاص اعمل فيديو جديد ولا اعمل بوز بس اوقف؟ لا لا حضرتك يا استاذ احمد والله تعمل لنا بوز، لاني عند حته شيك معينه هقول لك ممكن نوقف ونبتدي. أوكي. فيديو جديد. تمام تمام ماشي حبيبي، ربنا يكرمك. يلا بينا يا شباب. معاك يا مستر. معاك يا طيب. من الايكويتي، يبقى احنا اخذنا في الايكويتي ترانزاكشن اصدر اسهم، ديبت الكاش، كريدت الكومن ستوك دائما ابدا بالبار والفرق على اديشنال،
هنزل بقى عندي فراغ هنزل اشتريهم لان بمبلغ اكبر من الاوريجينال او اقل. عندي طريقتين، طريقه ان الوكيتد كوست وطريقه الوكيشن بار. الترانزاكشن اللي بعد كده ان انا اصدر اوزع ارباح. التوزيع الارباح قد يكون في شكل كاش وده الطبيعي، ديبت ريتند ايرنينج كريديت ديفيدنس بيبل، ديبت البيبل كريديت الكاش. حته ارض، يوم الارض يوم التوزيع هتتصل بمين؟ هتتصل بالراجل الخبير المسمن، يجي يتمن لك الارض الاول. هتنفخ الارض بالفرق الفلوس اللي قاله، ديبت الارض كريديت الجين اللي جاي من الريميجرمنت، وترمي الانتري بتاع الديكليريشن ديبت ال ريتند ايرنينج كريديت الايه الديفيدنس بيبل حته الارض البروبرتي. في يوم التوزيع ديبت البروبرتي ديفيدنس بيبل كريديت اللاند. ماشي الحال. بعد كده عندنا سيادتك عايز توزع ارباح في شكل اسهم، في شكل ايه؟ في شكل اسهم. جلايم تعمد هنا وهو بيعمل العنوان كتب ستوك ديفيدنس، يعني توزيعات ارباح في شكل اسهم اند ستوك سبليت. طيب خليني الاول اغطي للستوك سبليت وبعد كده ارجع للستوك ديفيدنس. ماشي الحال. افترض النهارده ان احنا 10 انفار المساهمين في الشركه، كل واحد معاه سهم، يبقى كل واحد معاه كام في المية امتلاك؟ 10%. صحينا الصبح، طبعا البار بتاع السهم كان 2 دولار. حلو. صحينا الصبح الشركه لقيتها، فتحت كده لقيت في جواب جاي لك بيقول لك خلي بالك انت مساهم عندنا، السهم اللي معاك ده هنديك بداله سهمين. فسيادتك حصتك زادت في الشركه، حصتك ما زادتش ال 10% لان الزياده على الكل. فاللي حصل ان كان في عندنا 10 مساهمين، كل مساهم بيتملك سهم، يعني 10 اسهم. في نهايه المطاف عندنا 10 مساهمين، بدل ما كل واحد شايل سهم ب 2 جنيه هيبقى شايل سهمين، كل سهم بجنيه. لقطت الفكره؟ تمام. هيجي السؤال دلوقتي اللي جواك، طب ليه الشركات بتعمل كده؟ الكلام ده هتدرسه في بارت 2، لكن عشان خاطر مثلا الماركتابيليتي. عشان خاطر ايه؟ ماركتابيليتي. ماشي؟ طيب واحد يقول لي طب ايه الانتري اللي بيترمي؟ والله ما في انتري، ما فيش انتري، بص كده ستوك سبليت نو انتري. ماشي الحل؟ واضح كده؟ طيب نرجع بقى لموضوعنا، الستوك ديفيدنس. الستوك ايه؟ الستوك ديفيدنس النهارده انا هفتح البتاعه دي وربنا يستر. النهارده الشركة وزعت أرباح في شكل أسهم. نفس الموضوع يا مستر سامح. أنا مش سامعك يا باسم. نفس الموضوع يا مستر سامح، نفس المشكلة. والله؟ مستر سامح في حل تاني، ممكن حضرتك اقفل السنابنج تمام؟ وممكن بتعمل حاجة اسمها برينت سكرين وتفتح برنامج اسمه البنت بس وتحط فيه الكلام، مش هيبقى فيه أي مشكلة. طيب تمام. صورتك هتطلع كده في ايه؟ صورة حضرتك في الفيديو، هتلاقي حضرتك طلعت في الفيديو. يعني اعمل بس تعمل حاجه اسمها اللي هو بتقص بس الجدول. فاهم قصدك، فاهم قصدك. طيب النهارده على اول مايو البورد اوف دايركتورز قعد وقال احنا يا جماعه هنوزع ارباح في شكل اسهم 10% ستوك ديفيدنس. يعني ايه 10%؟ يعني انت النهارده بتتكلم مثلا شركه زي دي عندها كم سهم متداول؟ 45,000 سهم. فما تطلع توزيعات ارباح 10% اسهم، يعني كم سهم؟ 4500 سهم. فروحنا للفازب
رحنا للفزب قلنا له يا فزب نعالج الموضوع ده ازاي؟ فقال لك هو انت عملت ايه؟ قلت له انا وزعت ارباح. قال لي يبقى مؤكد لازم تقلل ريتند ايرنينج، صح ولا لا؟ صح كده؟ تمام. لو انا وزعت ارباح في شكل كاش هل هتقلل الريتند ايرنينج؟ اكيد طبعا طبعا بس كريدت ايه؟ الكاش. وزعت ارباح في شكل ارض كريدت الايه؟ كريدت الارض اللاند. وزعت ارباح في شكل اسهم كريدت الاسهم، ماشي. بس هنا الفاز بسألك سؤال خبيث قوي، قال لك هو انت توزيعك كبير ولا صغير؟ معلش يا جماعه لحظه واحده، الفاز بسألني سؤال خبيث شوية، قال لي إيه؟ هو أنت توزيعك كبير ولا صغير؟ فقلت له أنت تقصد إيه بالتوزيع الكبير وإيه التوزيع الصغير؟ قال لي هو أنت وزعت كم في المية من عدد الأسهم المتداولة؟ وزعت كم في المية؟ فقلت له 10%. قال لي طب بص، طالما أقل من 25% ده بنعتبره توزيع صغير، بنعتبره توزيع صغير. طب نعمل ايه يا فزب؟ قال لك طالما التوزيع صغير يبقى انت هتخفض الريتند ايرنينج. هو انت سيادتك وزعت كم سهم قلت لي؟ قلت له 4500. قال لي قيمته في البورصه كم السهم ده النهارده؟ قلت له قيمته في البورصه 17 دولار. قيمته في البورصه كام؟ انا الجهاز ده خلاص انا يعني هحرقه. هو في ايه بس؟ طيب قلبك ابيض بقى، قلبك ابيض. طيب انا النهارده عندي كم سهم متداول؟ 45000 سهم، ماشي. وزعت كم في المية؟ 10%. الفاز بيسميه توزيع ايه ده؟ صغير. توزيع صغير طالما اقل من 25%. السهم ده البار بتاعته بكام؟ بدولار. والماركت برايس بتاعته بكام؟ 17 دولار. الفاز قال لي طالما سيادتك وزعت توزيع صغير هتقول ديبت الريتند ايرنينج بعدد الاسهم مضروبه في الفير فاليو، و يبقى الريتند ايرنينج هتقل بمقدار الفير فاليو. وكريدت الكومن ستوك دائما ابدا بايه؟ بالبار والفرق على الاديشنال بيدن كابيتال بلج. واضح؟ واضح الكلام؟ هو احنا هنا ايه؟ السهم بيتباع ب 15 مش 17. واضح كده يا جماعه؟ طيب هنفترض ان احنا وزعنا 40%، ده توزيع بالنسبه للفاز بايه؟ كبير. توزيع كبير 40% في 45000 يعملوا كام؟
18000 سهم. قال لي هتقول ديبت الريتيند ايرنينج بالبار 18000 في كام؟ في دولار. كريدت الكومن ستوك ده في حاله لما يبقى كبير. طبعا دايما الانسان الطبيعي يتبادر لذهنه هو ليه القرف ده، صح ولا ما جالكمش السؤال؟ مش طبيعيين. بسأل يعني ما حدش جه تبادر لذهنه هو ليه الفاسد بيعمل كده. الفاسد بيعمل كده لاسباب معينه وديبيتس معينه ممكن يكون هو مش مقتنع ببعض منها. جميل، مكتوبه بالتفصيل في صفحه بحالها في كيسه، ماشي، امور مرتبطه بالتصور الثروه وحبه تعك كده. لكن احنا كسيم ايه، انا كل اللي عايز سيادتك تكون عارفه توزيع الكبير ديبت الريتند ايرنينج دائما ابدا بالبار، وكريدت كومن ستوك توزيع صغير بتطلع بالفير فاليو، فديبت الريتند ايرنينج بالفير فاليو، كريدت الكومن ستوك دائما ابدا بالبار، والفرق اديشنال بيدين كابيتال. السؤال اللي انا نفسي اساله، طب بعد اذنك بس اسامح، يعني دلوقتي لو هو بيوزع بنسبه 40% دلوقتي، لو خفضت الكومن ستوك بال 18000، طب لو هو كده هيوزع بالبار فاليو، مش هيوزع بفاليو مختلف يعني، او في فرق فلوس او فرق فاليو، هيروح فين؟ هقول لحضرتك على حاجه، هقول لحضرتك على حاجه. السهم القيمه الاسميه بتاعته لا تعكس قيمته في السوق، تمام، صح ولا لا؟ تمام. يعني انا بتكلم على المعالجه المحاسبيه. لكن انا النهارده مساهم في ارباح محتجزه في الشركه ديت باكس، لقيت واحد بيخبط عليا يقول لي يا عم وزعنا ارباح، قلت له اديني كاش. قال لي لا مش هديك كاش، خد ايه، خد اسهم. فانا لو نفسي احولهم بكاش هتصل بمين؟ بالسمسار. بكام السهم النهارده بيعهولي ده الكاش بتاعك؟ فانت اخدت فاليو كام من الشركه؟ ده مرتبط بسعر البورصه. تمام. احنا بنتكلم على الدفاتر، انا همسكها ازاي؟ اوكي ماشي. طيب حاجتين هقولهم لكم، بس قبل ما اقولهم هسال سؤال. الانتري ده في طريقه في طريقه بسم الله الرحمن الرحيم، في طريقه اللي هي الصغير التوسيع الصغير، الانتري ده بيقلل الايكويتي ولا بيزود الايكويتي؟ بيزود الايكويتي. ولا بيزود ولا بيقلل. الله ينور عليك. ولا بيزود ولا بايه ولا بيقلل. طيب التوزيع الكبير ولا بيزود ولا بيقلل؟ يبقى انت السوق ديفيدنس ولا بتزود ولا بتقلل ايكويتي. وضحت الفكره؟ هي بتغير النسب بس بين الاونرز نفسهم. ابدا يفتحوا من الارض ابدا، ما بتغيرش نسب الملكيه ابدا. امال انا دخلت ازاي الناس مساهمين معايا جدال؟ ده انت خبطوا عليك الباب يا احمد، انت مساهم اصلا. طب زي ما حضرتك الاول المثال بتاع الاثنين دولار، احنا عندنا 10 مساهمين. تمام، هو ده المثال اللي حضرتك قصدك عليه. اوكي ماشي. لا مش ده اللي قصدي عليه. اثنين دولار بقى اصل الاسهم. لا ما تدخلش الدنيا بعضها يا ابني. طيب المثال ده انا هعيده بس على الستوك ديفيدنس. انت النهارده كل واحد فينا مساهم في الشركه وعنده سهم. جت الشركة قالت لكل واحد معاه سهم هديله سهم، فهمت؟ سهم زيادة. التاني ما كانش سهم زيادة، التاني كان قص سهم. التاني كان قسم الاتنين دولار على كل سهم بقى بدولار. الله ينور عليك. طب التاني بقى كل سهم معاه بقى بـ4 دولار؟ طبعا انا بقى معايا سهمين.
بقى 2.2. طب كده مش القيمه زادت؟ قيمه ايه؟ قيمه الايكويتي اهو الاسهم زادت، مش كان واحد بقى 2 بقى كل واحد الاسهم زادت؟ متفق معاك، لكن الايكويتي زادت مش متفق معاك، لاني انا قلت ديبت ريتند ايرنينج. اوكي اه زودت من الارباح، ماشي تمام. اه عايز اقول خلاص انا سالت السؤال، هقول لكم بقى على معلومه عشان ما حدش يتلخبط. وانت بتقرا كلام الـ هنا المعيار قال لك ان ايشوانس اوف شيرز ليس ذان 20 to 25، ماشي ده هنشتغل بالفير ماركت فاليو. مور ذان 20 to 25 هنشتغل بالبار. واحد يقول لي يعني ايه فروم 20 to 25؟ الـ SEC هنا تدخل وقال لك more than 25. فسيبك بقى من more than 20 to 25، more less than 20 to 25. اقرأ المعيار كده less than 25 more than 25. ماشي؟ more than بنستخدم الـ market value أو الـ market price. أقل من 25% بالفير فاليو، أكبر من 25% بالبار. دي أول حاجة، أول تنبيه. التنبيه الثاني إن أنت ممكن تقرأ هنا an issuance of more than 25 of the previously outstanding common shares should be recognized as كأنه a stock split in the form of a dividend. فأنت ممكن تتصور إن التوزيع الكبير بيتعالج معالجة الستوك split اللي هو ملوش entry، والكلام ده غلط. هو هنا الفاسب بيقول التوزيع الكبير وكأنه قص أسهم في شكل توزيعات أرباح، ماشي؟ بكم كل العك ده، ركز في الانترز وخلاص. ده تحت الـ 25 والتاني فوق الـ 25، خلاص؟ ده مبني على فلسفة محاسبية وحبة ديبيتس كده ربنا يعافيك منها. علشان مستر سامح، يعني ايه 20 و25 بجد؟ ما خلاص بقى، ما قلت لك خلاص. هوريها لك. طيب اخر حصه فكريني كده هوريها لك. خلاص طيب تمام، موجوده في فيس وهوريها لك فين بالظبط. اوكي طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الايكويتي سيكشن؟ الديسكلوجرز بتاعته المشهوره طبعا، الكلاس اوف ستوك قد ايه كومن وقد ايه بريفيرد. لو ربنا كرم بعض الناس في الشركه وبياخدوا شير بيزد بيمنت، دي تايتلز عاليه جدا جدا في الشركه، بتاخد الشير بيزد بيمنت دي، اعمل لها افصاح طبعا. ده الايسوب صح؟ الله ينور عليك، الله ينور عليك. عندنا في كارجل دي، بس دي طبعا لتايتلز احنا مش بنشوفهم اصلا. Retained earnings, stock holders equity. دي الإفصاحات اللي إيه بتتعمل كده. بيقول لك الـ limitation إن إحنا شغالين بالأكروال بيزز، يعني نسيبك من العك كده ملوش لازمة. طيب نحل لنا كم سؤال حلوين بقى. طيب اللي يخلص يبعت لي على الشات.
طيب شايفين السؤال اللي قدامكم ده؟ مهم جدا. معلش يا مستر سامح، هو ليه بي؟ عشان انا مش ما فهمتش. ايه؟ ليه الاجابه بي؟ انا لسه انا انت هو مين قال لي بي؟ هم يعني جاوبوا بي؟ شكلها بي غلط يا محمد، فنستنى نفهم كلنا. لا حتى لو صح، لا ممكن تبقى صح، انا بس مش فاكر الاجابه ايه. طيب بيقول لك هنا ايه، which of the following is correct regarding the dollar impact على الحاجات ديت بسبب ان الشركه وزعت توزيعات ارباح في شكل كاش، هي اعلنت وسددت كاش. كاش طب انا موزع كاش، هل التوتال اسيتس هتقل؟ هتقل طبعا. كريدت كاش طبعا، هي دي الحاجه الوحيده. يبقى الاجابه ايه غلط، ودي غلط، ودي غلط، بس كده خلاص. تمام والله انا قلت كده صح ولا لا؟ طب ممكن قيود السداد والاعلان. حاضر حاضر، انا بس ده طريقه حل الامتحان، اللي انت ما تدخلش نفسك في متاهه. ممكن تتاكد بس انت كده خلاص خدت قرار نهائي بكل واحد. طيب انا النهارده وزعت ارباح في شكل كاش، هل الكومن السوق هتتاثر؟ لا. ما هو الانتري ايه يا جماعه؟ الانتري ديبت الريتند ايرنينج كريديت الكاش، يبقى الايكويتي قلت والاسيتس قلت، بس كده ماشي. طب وكده الاعلان هو كده، ما هو هنا بيقول لك كريديت ديفيدنس بيبل يا اسوء غلط. لا هو بيقول لك اعلن وكيش، اعلن وايه وكيش وكيش، يبقى الـ 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 يعني انت عايز تقولي ديبت الريتند ايرنينج كريديت البيبل، ديبت البيبل كريديت الكاش، فانت وصلتي أيوة. البيبل فهو خلاص اوفسيتد خلاص اوكي تمام، اكيد اثره تمام فاهمه. طيب يبقى الاسيت قلت كاش كريديت الكاش، طبعا هنا نو افكت على دول، والريتند ايرنينج قلت والايكويتي قلت. واضح كده الكلام يا جماعه؟ واضح كده لينا كلنا؟ تمام. طب في حاله الديكليرد بس مش هيبقى فيه امباكت على الاسيت طبعا، صح؟ هيبقى زياده في اللايبيليتي. ما احنا كل اللي حلتنا ايه، الاسيتس ايكوال اللايبيليتيز بلس ايكويتي، فلو ديبت الايكويتي انا لا هشوف لي صرفه، لا اما ازود لايبيليتي لا اما اقلل الاسيت. يعني خلاص يعني احنا كمحاسبين هنعمل ايه، ما لا اما دي لا دي. طيب بسم الله الرحمن. طب ناخد ده كده، بيقول لك ايه بقى، declares and issue 10% stock dividends، البار كان 5 وسعره في السوق كان 14. عايزين السؤال ده من اين توكل الكاتب؟ على طول الاجابه بي، الكومن ستوك نو افكت ولا غلط؟ مش احنا قلنا مفيش تاثير على؟ طب حد يلغي لنا اجابتين في ثانيه، A و C. انا لو بصيت على التوتال اسيتس الغي انهي اجابه في ثانيه؟ نو افكت. A و D. الغي بي، الغي بي وسي، الغي على طول، الغي بي وسي. ايوه مظبوط، بي وسي على طول باستخدام الكولوم ده بس، هلغي بي وسي صح كده؟ صح. وباستخدام الكولوم ده هلغي، هلغي ايه؟ هتبقى الاجابه دي بس كده، يبقى الاجابه دي. لقطين الكلام؟ تمام. حد عايز نعيد تاني؟ بعد اذنك يا مستر سامح. طيب احنا خلينا الاول في اتجاه طريقه حل الامتحان وبعد كده نشرح. تمام. انا كفي امتحاني انا عارف ان اصدار الاسهم المجانيه دي او توزيعات الارباح في شكل اسهم بيبقى ديبت الريتند ايرنينج كريدت الاسهم. تمام. فالاسيت نو افكت، فبي وسي غلط. تمام. وطالما توزيعات ارباح في شكل اسهم يبقى ما ينفعش كومن ستوك ديكريز،
فبقت الإجابة إيه غلط، فبقت دي هي الصح. تمام ماشي تمام. أنت بقى هنا عايزين نفهمها، هنسأل سؤال، ده توزيع صغير ولا كبير؟ صغير. يبقى أنا مؤكد هقول ديبت ريتند إيرنينج بالفير ماركت فاليو بتاعت الأسهم. تمام. يبقى ديبت ريتند إيرنينج ب 15 ب 14، كريدت الكومن ستوك دائما ابدا بالبار 5، والفرق على الاديشنال، الاديشنال هيزيد. ماشي ماشي تمام تمام. طيب طبعا الستوك هولدرز ايكويتي نو افكت، توزيع كبير. بي اسماء دي. لا هي الاجابه دي نفس الفكره برضو، بس لان انت ازاي قلتي بي؟ انت بتقولي ان التوتال اسيتس ديكريس بتوزيعات الاسهم. سوري انا شفتها كومن ستوك، شفتها ايكويتي. سوري. طيب. انا شايف ان ما فيش تاثير على الايكويتي، انما لا في تاثير على الكومن ستوك بالانكريز. برضه هنلغي الاجابتين نفس فكره ديبت ار اي كريديت كومن ستوك. تمام تمام. يبقى توزيعات الارباح في شكل اسهم محض ريكلاز جوه الايكويتي. بس تمام. طب الإجابة دي يا شباب واضح؟ أوكي. طب نحل ده ونبعت على الشات الإجابة. طيب الإجابة إيه يا شباب؟ إيه؟ الإجابة إيه؟ إحنا قلنا نو إنتري أصلاً. إحنا قلنا إيه؟ نو إنتري أصلاً. ماشي الحل؟ تشفلوا بقى. طيب أظن الفيديو ده كده حلو قوي يا أحمد. لا أظن النهاردة كده اللي حلو قوي يا مستر. إحنا لسه ناخد الكشف من ساعة 5. تمام هعمل ستوب. كشفلوا كتيرة يعني.